هقول لكم على تريك لذيذ وسهل جدا. هنستخدم النهارده بدل اللحمه المفرومه السجق. انا خليت السجق من الكيس من الكفر بتاعه ومش هحط اي نكهات. احنا بالويكند عايزين نختصر الوقت شويه، فلو هعمل لازانيا وعندي سجق انا كده ضمنت انه متبهر ومتبل وزي الفل، ده سجق شرقي يعني مش حتى هقول لكم هادو سجق ايطالي. هنحط شويه زيت زيتون، احنا في ايطاليا فزيت الزيتون زي بلدان البحر المتوسط كلها شهيره بالزيتون وزيت الزيتون. ولا هحط بصل ولا هحط ثوم، شايفين انتم بيبقى النقط دي والالوان وفيه فلفل وطماطم وفي بصل بودره وثوم بودره وفي خلطات كده بتضاف هي اللي هتدي الطعم. فدي اللي هنحمرها وشايلين كيس من عليها، فهتبقى زي اللحمه المفرومه نسبه الدهن فيها برده لذيذه، بتبقى عاده عاليه شويه بالسجق. والملح مظبوط، احنا عاده ما نحطش ملح للسجق فمش هضيف اي حاجه. خلي الزياده دي هنا، اغسل ايدي واجي لكم حالا. اذا اول اختصار لذيذ واول فكره هتفضل في دماغنا انه نقدر نعمل اللازانيا حتى اللي مش بالبيتزا بالسجق، ونقدر نستخدم السجق مكان اللحمه المفرومه في اماكن كتير. مهم بس لما نبتدي نحمره كده نفرفته عشان يديني شكل اللحمه المفرومه. انا خلاص لحظة دي مش متشال عنها الكيس ولا دي، هتأوريكم انا ما خدتش بقى، تعالوا اوريكم نشيلهم مع بعض. بصوا هنفتحها كده بكل بساطة، نشيل الكيسنج اهو. اصل هي بالاخر السجق عبارة عن لحمة مفرومة متضاف لها زي ما قلنا نكهات متعبية في الكيسنج الطبيعي ده عند الجزارين، فاحنا نختصر ونعمل شورت كات و نستخدمها بدل اللحمه المفرومه. ممكن نعمل فيها الحواوشي صح ولا لا؟